FM. الكل مليك. بارت اليوم. نربح لنا الشافي من موالي. عسلامة إيمان. عسلامة أمل. شنحو يلك لبس؟ الحمد لله. مرحبا بيك معنا إيمان على كاب أفام. دونك اليوم شنحضروا حاجة بنينة 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 برشا. أيه بنينة وسهلة. وسهلة. وأسهل من حلوة. فوالا تشيز كيك سالي اليوم. أيه. شنعملوها؟ تشيز كيك مالحة. أيه. بالنسبة للتشيز كيك باش تستحق هو 150 غرام بسكوي سالي. نعرفوه هنا. 100 غرام زبدة. 150 غرام ريغوتا. 150 غرام فرماج تارتيني فما في لي غراند سيرفاس انواع واشكال اللي يحبوا يختاروا. واحده كريم فريش عظمتين ربع مغرفه في فلاكحل ونص مغرفه كلينو زعتر مرحيين اللي ما عندوش ينجم يستغنى عليهم راه باه. و100 غرام اكثر كي نحط اي تعطي نكهه باه. داكا و100 غرام جامبون باه. ماناش باش نحطوا ملح خاطر البسكوي مالح برشا من غير ما نزيدوا الملح. من غير ما نزيدوا الملح اكثر شتول ياسر مالحه. داكا بالنسبه للطريقه دونك ناخذوا البسكوي هذاك نرحيوه ونصب عليه 100 غرام زبده اللي عندنا نخلطوهم مع بعضهم وناخذوا المول نتاعنا ونحطوهم في قاع المول. نستويهم بظهر المغرفة يعني ترصهم بالقدي بالقدي بظهر المغرفة تنجم تستويهم بالقدي بالقدي وترصهم ويجيك تجيك مستوية. هذيك نخليوها ترتاح في الفرجدير لوطون اللي باش نخلط باش نحضروا الميلونج نتاعنا اللي عندنا العظمتين والريغوتا والفرماج تارتيني وشويه الفلفل الاكحل والكيلو والزعتر والجامبون لازمنا نقصوه شويه. هذوما كل نخلطوهم مع بعضهم بالركاده باه. ومن بعد نصبوا الخليط هذاك الكل في وسط المول وندخلوها للفور. داكوغ. ندخلوها للفور باش تاخذش برشا وقت باش تاخذ حكايه ربع ساعه اربع دراج على 180 درجه وديما نعصوا بالطبيعه. كهو كهو هذيك هي الحكايه. هذيك هي الحكايه. خليها تبرد شويه ونقصوها. فوالا تخي بيان. هذه بالنسبه للتشيز كيك سالي سهل على الاخر على الاخر سهل اسهل من الحلوه وما تاخذش برشا وقت. تخي بيان وبنينه وبنينه. ننصح الناس الكل باش يجربوها في الدار. باش نحضروا اليوم في السكري عنا خبزة البرتقال. خبزة البرتقال بما انه تو شتا والبرتقال ياسر موجود والخبزة انا بيرسونيلمون انا نحبها ياسر وفيها منافع هي ديجا. أيوه. يحبوها كبار وصغار. أيوه. والله دونك نستحقوا. انا باش نعطي كونتيتي صغيرة نتاع مولا كيك اللي مستطولين هذوكم. دونك اللي عنده مثلا مول كبيرة ينجم يضرب الكونتيتي اللي باش نعطيها انا فوا دو. فوالا اللي باش يعمل دو مول ولا حاجة ينجم ديما يكثر اكثر. دونك انا هاي قلت لك الكونتيتي هذه نتاع مول صغيرة نتاع 6 مناس هكاكا اكثر شوية حتى 8 اللي بداوا مستطولين نتاع الكيك. داكوغ. دونك نستحقوا 250 غرام برتقال. حكاية 3 كعبات متوسطين ولا 3 كعبات صغار ولا زوز متوسطين. 250 غرام 3 كعبات صغار ولا زوز متوسطين. ولا زوز متوسطين. 250 غرام فرينة. 200 غرام سكر عظمتين ساشي خميرة وساشي سكر فانيليا و50 غرام زبدة وشوية لوز مرحي. حكاية 50 غرام. باهي كيفاش باش نحضروها؟ ناخذوا البرتقالات اللي عندنا نقصوهم نحيوهم القلوب نتاعهم ونرحيوهم في المكسر كيما هما. ماناش باش ناخذوا الجو والقشور وباش ناخذوهم الكل مع بعضهم. يعني نقشروها البرتقاله؟ ما نقشروهاش. ما نقشروهاش. نحيو كاين القلوب. داكوغ. ونخليوها كيما هي بقشرتها بالداخلاني نتاعها. تخي بيان. باه متفاهمين. رحيناهاش هذيك وخليناها على شيرة ناخذوا العظمتين نتاعنا نرقدوهم مع السكر حتى لين يبيض لونهم والفوليوم نتاعهم تولي دوبل. باه. هذوما ناخذوا توا العظم ونخلطوا معاها الفرينه والخميره مغربلين. البرتقال اللي عندنا. الزبده الذايبه 50 غرام. ونخلطوهم كل مع بعضهم مع العظم بسباتشو مش بالركاده. داكوغ. باش ما يطيحوش بشويه بشويه حتى لين يدخل كل شيء مع بعضه. من بعد ناخذوا المول نتاعنا ندهنوها بالزبده ونحطوا الخليط نتاعنا هذاك اللي حضرناه ونرشوا الخبزه من فوق بشويه لوز. اللي ما عندوش لوز نجم يحط جلجلان حتى جلجلان راهو يبننها على الاخر وبنين جلجلان زاده. ولا يحط الزوز يخلط هكا وهكا. باهي تخي بيان. وتحطها في الفور على 180 درجه مينيموم 45 مينوت. 45 مينوت من 45 حتى شي 60 ديزون. فوالا وهكا تكون عندنا خبز البرتقال نتاعنا حاضره زاده. ايه وبنينه وبنينه زاده. الخبز هذه امل ما تستحقش تيرو على خاطر البرتقاله حطيناها كلها خاطر فما دراسات يقول لك نحي كان الجو وخذ كان الجو لوح الباقي فهمت. اما هذوكم يترسلهم يعملوا لهم بعد سيرو. نتاعنا احنا بما انها كل شيء فيها باش تجي طريه من داخل ماهيش باش تجي شيء ما تجيش شيحه معناها ما تجيش تغصص. فوالا تخي
بيان. هذه بالنسبه للتشيز كيك سالي والخبزة البرغدين. باش نتعداو للاستيوس نتاعنا اليوم اللي تخص الروز. ايمان باش نعطيهم استيوس كيفاش كيطيبوا الروز ما يلصقش الكل في بعضه. اول حاجه نعملوها لازمنا نختاروا الروز باهي ماركه باهي، معناتها كري روز اللي يبدا مستطول وحتى كي تبدا حاطته هكا في يدك فيه ريحه يبدا فاوح. ثاني حاجه يلزم الروز قبل ما نطيبوه نغسلوه برشا مرات. اذا كان عندنا الوقت بالماء سخون تغسلوه؟ بالماء بارد. بالماء بارد. بالماء بارد. واذا كان عندنا الوقت نفخوه نص ساعه في الماء بارد دو بريفيرونس. معناها هذاك الكل باش يتنحى الاميدون فيه، خاطر هو الاميدون هو اللي يخلي الروز يلصق في بعضه. بالضبط. دونك باش نحاولوا نحيوا الاميدون اللي فيه لو ماكسيموم، يا اما نشلوه برشا مرات اذا كنا مزروبين، اذا كان عندنا الوقت نفخوه نص ساعه في الماء بارد. فوالا تري بيان. هكاك كي طيبوا يولي ما يلصقش في بعضه، ويجيك بالكدا معناها سهل، معناها جوست تخليه في الماء نصيف ساعه وكهو. فوالا تري بيان. يعطيك الصحه ايمان، ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم. يعيشك. كانت هذه تبهرت اليوم. تبهرت اليوم. تبهرت اليوم. كابافان الكلمه ليك.